سنتحدث أكثر عن ما يجري في الأسواق العالمية. الرئيس التنفيذي لشركة CFI دبي نضال عبد الهادي ينضم لنا الآن مباشرة. مرحبا بك نضال وشكرا لحضورك معنا. نضال، استعرضنا قبل قليل يمكن أهم أربع ملفات التي سيتم النظر إليها بشكل كبير خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني التجارة، موضوع الصين بالتأكيد، فتح الاقتصاد وتداعياته على النمو المنتظر، حديث ربما أكيد موضوع الطاقة والضرائب، أربع ملفات شائكة. هلأ مع بداية المؤتمر الوطني الديمقراطي والجمهوري بعده، برأيك قدي ممكن يكون انعكاس كورونا وماذا حدث والاقتصاد والإغلاق الكبير على مفاصل هذه المؤتمرات وبالتالي البرامج التي سيتبناها كل مرشح للرئاسة؟ أهلا، مساء الخير لبنى. يعني أكيد النقاشات أو الأجندة تبعت المرشحين لسه بدنا كمان أكمل يوم عشان نبدأ نسمع بوضوح أكثر إيش اتجاهاتهم راح تكون بالنسبة للضرائب، ولكن يمكن أخذنا الصورة العامة من ناحية الفتح الاقتصاد وغيره. بس اللي بنشوفه بالولايات المتحدة إنه الأيام الأخيرة أو الأسابيع الأخيرة اللي أقرب لوقت الانتخابات هي اللي بتحدد عدة أمور. ففي عنا إيش راح يصير عنا بالأيام القادمة من ناحية أعداد كورونا أو أعداد كوفيد 19 الإصابات، فتح بعض الولايات أو لا، بالإضافة لموضوع جدا مهم هو الاتفاق التجاري أو الحرب التجارية اللي عم بتصير مع الصين. دائما الرئيس الأمريكي بفاجئنا بتصريحات أو بقرارات، يمكن نبلش لما نقترب لنوفمبر لوقت الانتخابات نشوف منها أكثر، اللي ممكن تعكس كل الدفة للبيانات أو حتى النتائج اللي هلأ عم نشوفها اللي هي النتائج المبدئية للمرشحين. فكتير من المبكر لأنه فعلا أقرب لوقت الانتخابات ممكن تختلف 180 درجة الأرقام. نضال، نحن بنعرف بأنه الأسواق المالية بعهد ترامب ارتفعت يعني وعملت رالي قوي جدا، لماذا برأيك دائما عم بتكون الأسواق المالية بالتحديد in favor فينا نقول لدونالد ترامب؟ هو التحفيز برأيك أم سياساته بشكل عام التي فيها تركيز على الأسواق المالية أكثر من أي شيء آخر؟ يعني الموضوع هذا بالذات انه لما نيجي نتطلع اللي هو برضه الموضوع اللي دائما الرئيس الامريكي عم بركز عليه، انه ارقام الداو جونز، ارقام النازداك، ارقام الاس ام بي، ماخذهم كمؤشر على الاداء الاقتصادي بشكل عام. موضوع جدا شائك لانه نحكي انه ليش دائما او ليش صارت الارتفاعات هاي. بس يمكن ناخذ بعين الاعتبار انه الرئيس الامريكي من اكبر الضاغطين على الفيدرالي لتخفيض اسعار الفائده، من المشجعين لتخفيض الضرائب على الشركات. فاحنا عم نعطي او هاي القرارات عم تعطي الشركات الامريكيه او الاقتصاد الامريكي، إذا بدك تسميها مثلا إبرت أدريلين، إنه يطلع ويحقق هاي الارتفاعات. ولكن السؤال، هل هذه الارتفاعات أو هاي الأرقام اللي إحنا عم نشوفها على داو جونز، على الاس ام بي وغيرهم، هل هي سستينبل؟ هل هي فعلا أرقام مبنية على نتائج، مبنية على مستدامة، مبنية على exactly؟ لأنه إحنا عم نشوف ارتفاعات بعدين عم نشوف مرة واحدة كراش داون، عم نشوف جني أرباح، عم نشوف في وقت معين انه في عنا ضعف او النمو الاقتصادي وانكماش اقتصادي، مع بنفس الوقت عم نشوف ارتفاعات على المؤشر داو 30. فالارقام غير منطقيه انا برايي. طب انا بدي اسالك بشكل سريع عن الذهب، ارتفاعات قويه لمستويات تاريخيه فوق 2070، وبعدين ما فينا نقول انهيار ولكن كان في يعني نزله قويه للذهب، اعطينا الاسباب برايك اللي دعت بذلك، وهل هذا يعني انه انتهى عمر الرالي اللي شفناه على الذهب ام لا؟ يعني سببين رئيسيين انا برايي هم كانوا سبب النزول اللي شفناه على الذهب مره واحده. السبب الاول انه احنا بارقام تاريخيه جديده ما في لها اي نوع من انواع التكنيكال او تاريخ تقني، اللي هو الارقام هاي راح ينعكس منها. احنا عم نشوف كل يوم ارقام جديده، من الطبيعي نشوف عمليه جني ارباح
خصوصا انه الارتفاعات كانت جدا سريعه. السبب الثاني انه توافق الوقت نفسه اللي صار فيها الانخفاض هو مع اعلان اول تسجيل اول لقاح، مع العلم لسه ما شفنا نتائجه وما بنعرف وفي تشكيك كبير، بس اول لقاح روسي او فاكسين للكوفيد 19. فاجوا الموضوعين مع بعض مع الارقام اللي عم نشوفها جديده على الذهب، انه خلت اي مشتريين يعملوا جني ارباح سريع. نعم. وينزل بهاي السرعه اللي شفناها فيه. برضه ما بنقدر نسميها نزول لانه لساتنا ارقام جدا مرتفعه. صحيح. ولسه الايام الجاي الارقام الجديده هي رح توضح لنا انه يمكن يكمل ارتفاعاته او لا. شكرا جزيلا لك الرئيس التنفيذي لشركه CFI دبي نضال عبد الهادي.